تلعب الكرة حول الانطلاق، الدخول في المنطقة دي إبراهيم. أوه، قبل ذلك الحكلات جزاء للنادي الرياضي القسنطيني في منطقة الجزاء من هذه الزاوية. نعم سمير، من هذه الزاوية داخل المنطقة بشكل واضح، وركلة جزاء دي إبراهيم. أول أهداف المباراة، أول أهداف المباراة للنادي الرياضي القسنطيني بقدم دي إبراهيم. هدف مقابل صفر، واحد في الجهة المقابلة، 1-0 في هذا الديربي المثير في هذه المباراة الشيقة، في غير مقبولة وغير محبذة. رمي المقذوفات والألعاب النارية على أرضية الميدان أمر غير مقبول وغير مطلوب، بالمفرقعات على المدرجات عادي ومقبول جدا مع الحفاظ على سلامة المناصرين، لكن أن تصل إلى أرضية الميدان. ذو التوسعة الجميلة هو لباوش، تبقى الخطورة والكرة التسديدة، با 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 با. هدف ثاني جميل، هدف ثاني جميل، ولا أروع ولا أجمل. حاول في الأولى والثانية والثالثة فكان له ما أراد بالتسديد وجهه، ولكن الأكيد أنه أسعد من هو في الملعب في هذه اللحظة. تسديدة قوية جدا، والمتابعة بعد كرة مرتدة من الحارس، المتابعة من خالدي، لا يخطئ المرمى في تسديداته من هذا المكان. 2-0 للنادي الرياضي القسنطيني أمام أصحاب الأرض وضيافة اتحاد عنابة في هذه المباراة الدور ثمن النهائي من كأس الجزائر. تسديدة قوية، الشباك تهتز للمرة الثانية، والمباراة لن تتوقف عند هذا الحد قبل 10 من إضافة الهدف الثاني وتعقيد مهمة ومأمورية الاتحاد العنابي في هذه المباراة. وضعية لا يحسد عليها.